وانضم إلينا أيضا هاتفيا سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر بقبرص الأسبق. سعادة السفير تحياتي لحضرتك. يعني اليوم هذه القمة التي تجمع الرؤساء الثلاث يعني تؤكد بالطبع على متانة العلاقات والإصرار على تفعيل كل الاتفاقيات والتعاون المشترك المسبق الذي تبعناه على مدار 8 مؤتمرات سابقة منذ عام 2014 وحتى اليوم. حضرتك كيف ترى هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات بين الدول الثلاث؟ يعني اسمحي لي بداية أن أشير إلى أن آلية التعاون الثلاثي المصري اليوناني القبرصي واللي انطلقت القمة الأولى بتاعتها بالقاهرة في نوفمبر 2014 ودورتها التاسعة اليوم في أثينا، دي بتمثل نموذج للتعاون الإقليمي في إطار العلاقات الدولية. دي رقم واحد. رقم اثنين، آلية التعاون الثلاثي على مستوى الرؤساء تعد محفل استراتيجي لتدعيم وتطوير علاقات التعاون بين الدول الثلاثة على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية من جانب، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية من جانب ثاني، ومن جانب ثالث لتنسيق المواقف تجاه التحديات القائمة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. نعم. قمة التعاون الثلاثي حققت إنجازات كبيرة جدا منذ انعقاد القمة الأولى في القاهرة في 2014 وحتى اليوم، وهنا لابد من الإشارة إلى أهم الإنجازات التي تحققت على في إطار التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث. في مقدمة هذه الإنجازات تدعيم علاقات التعاون بين الدول الثلاث في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والتي تحول إلى منظمة غاز شرق المتوسط في سبتمبر 20 واللي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2021 بعد تصديق الدول الأعضاء على ميثاق منظمة غاز شرق المتوسط. نعم. وهذا المنتدى جاء نتيجة تنفيذ توصيات القمة الثلاثية الثالثة بين الزعماء الثلاثة واللي انعقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018. نعم. الإنجاز الكبير تمثل في أن آلية التعاون الثلاثي قدمت نموذجين ناجحين لتحديد وترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص ومصر واليونان طبقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 82. الإنجاز الكبير الآخر في هذا الشأن هو التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة، والتعاون بين الدول الثلاثة في هذه المجالات بيوفر أساس قوي لدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الثلاث وبيساهم في تحقيق استقرار المنطقة. هنا لابد من الإشارة إلى قيام مصر وقبرص بالتوقيع على اتفاق مد خط أنابيب بحري مباشر في سبتمبر 2018 لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية في كل من إدكو ودمياط. نعم. وإعادة تصدير هذا الغاز إلى الأسواق الأوروبية. ده معناه أن هذا الأمر سيساهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي انطلاقا من كون مصر مركز إقليمي لتداول وتجارة وصناعة الطاقة في إطار موقعها الجغرافي المتميز. نعم. وتوفر البنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي والبترول من ناحية تانية، هذا فضلا عن الموقع الاستراتيجي لمصر في هذا الشأن. التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي من أهم إنجازات القمة الثلاثية وآلية التعاون الثلاثي. الإنجاز الكبير الآخر والذي تحقق اليوم من خلال توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان هو التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين مصر واليونان تنفيذا لما سبق وأن تم الاتفاق عليه خلال القمم السابقة. وهنا بتكمن اتفاق الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص في كونه أول ربط كهربائي بين أوروبا والقارة الإفريقية ومنطقة جنوب المتوسط. هذا الاتفاق من شأنه زيادة تبادل الطاقة عبر الحدود وبيسمح بتنمية موارد الطاقة المتجددة
وبيعمل على تحقيق أمن الطاقة وتأمين أمن الطاقة لأوروبا انطلاقا من موقع مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي. نعم. هذا الاتفاق لازم نحن نأكد على أنه يأتي انطلاقا من نجاح مصر خلال السنوات السبع الماضية في زيادة إنتاجها من الطاقة الكهربائية من جانب، وانطلاقا من ثقل مصر كمركز إقليمي لتبادل وتجارة وصناعة الطاقة. نعم. هذا الاتفاق سوف يسمح بتأمين تدفق وانسياب الطاقة الخضراء لأوروبا ودعم أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي. وهنا بيحضرني وصف رئيس وزراء اليونان لهذا الاتفاق بأنه مبادرة استراتيجية جريئة. فهم أولا الدول الثلاث وافتقع لصالح الدول الثلاث وصالح جميع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي. الاتفاق سوف يؤدي، وده نقطة في منتهى الأهمية، اتفاق الربط الكهربائي سوف يؤدي ويساهم في إنشاء ممر الطاقة في الشرق المتوسط وزيادة أمن الطاقة، وده من شأنه دعم التعاون الإقليمي في سوق الطاقة الدولية. نعم. هناك مشاريع كثيرة تحققت في إطار التعاون الثلاثي في كافة المجالات الزراعية والصناعية والنقل والسياحة والبيئة، ودي ثمرات آلية التعاون الثلاثي اللي بتهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والسلام في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. نعم سيادة السفير، يعني دعنا نتحدث عن الثقل السياسي لمصر بعد إبرام كل هذه الاتفاقيات وهذا الثقل التجاري. كما حضرتك ذكرت أن مصر تتحول إلى مركزا للطاقة ومنه إلى أوروبا وتأمين أوروبا من الناحية ناحية الطاقة بشكل كبير، ماذا عن الثقل السياسي من وراء كل هذه الاتفاقيات؟ يعني حضرتك اسمحي لي أولا أشير إلى أن قبرص واليونان دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. نعم. وقبرص واليونان دائما يقوموا بالدفاع عن سياسات ومواقف مصر والقضايا المصرية المختلفة داخل اجتماعات الاتحاد الأوروبي. نعم. مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يعي تماما ويؤكد على أن مصر هي حجر الأساس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. نعم. ويعول الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بما فيهم قبرص واليونان على دور مصر الجوهري في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. احنا بالنسبة لآلية التعاون الثلاثي بتصب لصالح مصر واليونان وقبرص وجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. نعم. وهنا لابد من الإشارة إلى أن خطوط الأنابيب التي سوف تقوم بنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطتي أو وحدات تسييل الغاز الطبيعي في إدفو ودمياط، الاتحاد الأوروبي بيبارك هذا المشروع وسوف يقوم بتمويل هذا المشروع، لأن هذا المشروع بيصب في إطار تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا. وهنا لابد أن احنا نربط بين أن الدول الثلاثة ومصر سوف تعمل على تأمين إمداد القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي من جانب، ومن جانب آخر من خلال اتفاق الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص سوف يؤدي ذلك إلى تزويد القارة الأوروبية بما تحتاجه من الطاقة الكهربائية. نعم. علاقات سياسية متميزة بتربط بين الدول الثلاث، نتائج إيجابية متميزة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية. وهنا لابد من الإشارة إلى التعاون العسكري الوثيق بين مصر واليونان وقبرص، واللي احنا بنشايفينه من خلال زيارات وتبادل زيارات وزراء ومناورات أيضا. نعم. والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة، ومنها مناورات وتدريبات ميدوزا ومناورات بطليموس. التعاون. نعم. بين الدول الثلاث أقدر أقول أنه نموذج يحتذى به في التعاون الإقليمي في العلاقات الدولية. أيضا ملف حقوق الإنسان من الملفات التي أشار إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته اليوم، والذي تحدث أن هناك تعاون كبير أيضا بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والذي أشار أيضا أن من خلال إطلاق يعني استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مصر تؤكد على التزامها بتطبيق كل بنود هذه الاستراتيجية على أرض الواقع في مصر. يعني اسمحي لي حضرتك، يعني مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
حريص كل الحرص على تدعيم حقوق الإنسان بالمعنى الشامل والمفهوم الشامل. وهنا لابد من الإشارة إلى المبادرة الرئاسية لسيد الرئيس، مبادرة حياة كريمة، اللي بتهدف في المقام الأول إلى تغيير وتحسين حياة 60 مليون مواطن مصري من أهالينا اللي هم بيعيشوا في الريف. هذه المبادرة التي حظت بتقدير واحترام كبير من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة. وهنا اسمحي لي حضرتك أن أشير إلى أن المبادرة الرئاسية لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة هي مبادرة تطبيق شامل لأهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة. هذا المشروع هو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي والدولي، وبيحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة لأنه بيعني في المقام الأول تحسين حياة المواطن المصري، 60 مليون مواطن مصري من أهالينا في الريف المصري. هذا المشروع بيقوم على عدد من المحاور. المحور الأول هو بناء الإنسان المصري من خلال تطوير التعليم والصحة والمبادرات الخاصة بالخدمات الطبية والصحية ومشروعات الشباب والرياضة والثقافة. المحور الاقتصادي هو توفير فرص العمل للآلاف من الشباب. المحور الاجتماعي من خلال توفير مظلة الحماية الاجتماعية ويعني إتاحة الفرصة للمرأة وتمكين المرأة اقتصاديا في الريف المصري باعتبارها شريك كبير في عملية التنمية الاقتصادية. هذا فضلا عن مشروعات الإسكان وتوفير السكن الملائم والمناسب للمواطن المصري والعمل والقضاء على ملف العشوائيات. وكلنا نتذكر أن في عام 2014 كان هناك حوالي 20 مليون مواطن يعيشوا في العشوائيات. مشاريع الإسكان المستمرة بتهدف في المقام الأول في إطار مبادرة الحياة الكريمة القضاء على العشوائيات وتوفير حياة أفضل وتغيير حياة المواطن المصري في الريف المصري إلى الأفضل. نعم، بالعودة مرة أخرى إلى الملفات التي تم مناقشتها اليوم بين الرؤساء الثلاث، كان ملف طبعا القضية الليبية والقضية الفلسطينية وأيضا الأوضاع في سوريا ولبنان. هناك توافق ما بين القيادات الثلاث حول التعامل مع هذه الملفات. هنتحدث عن الملف الليبي بشكل خاص، والذي أكدوا جميعا أنهم يدعمون بشكل كبير إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل وسرعة خروج القوات الأجنبية والقوات المرتزقة من ليبيا. كيف ترى التوافق في الآراء بين الدول الثلاث إزاء القضية الليبية ودعم الموقف المصري حيال القضية الليبية؟ يعني هناك تطابق كامل وتطابق تام بين الزعماء الثلاثة تجاه ملف الأزمة الليبية. وهنا لابد من الإشارة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي والمجتمع الدولي، وهنا لابد من الإشارة إلى مواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بيؤكدوا على أهمية خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، خروج الإرهابيين من الأراضي الليبية حتى يتم تحقيق الأمن والاستقرار قبل إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر القادم. نعم. لابد يعني شرط جوهري وضروري لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ونجاح المسار السياسي في ليبيا هو خروج القوات الأجنبية من ليبيا وخروج الإرهابيين من ليبيا ويعني القضاء على الميليشيات الإرهابية الموجودة في ليبيا والعمل على نزع أسلحة هذه الميليشيات. نعم. هذا شرط جوهري من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل. إذن هو توافق بين القادة الثلاث حول التعامل مع الأزمة في ليبيا. بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر بقبرص الأسبق.